مدينة نزوة تقع في محافظة الداخلية من عمان في وسط البلاد تحت سفوح الجبل الأخضر، تتسم بوفرة الأفلاج والزراعة، حيث تتميز بأنماط زراعية مختلفة في مدرجات الجبل الأخضر وفي السهول الواسعة التي تروى بالأفلاج. وقد كانت نزوة عاصمة لعمان في بعض الفترات التاريخية، حيث اتخذ أئمة عمان نزوة عاصمة لهم منذ إمامة الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عفان سنة 177 للهجرة. وسميت تخت ملك العرب في عهد الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي في عام 192 للهجرة لدورها السياسي، حيث كرسي الزعامة والإمامة كان مستقرا بها. تتسم نزوة بأنها مدينة التاريخ والتراث، فهي مدينة العلم ومحط رحال العلماء والأدباء. بزغ من أبنائها الكثير من العلماء والفقهاء، واستقر بها العديد من العلماء الآخرين الذين وفدوا إليها من مختلف المدن العمانية لما تمثله من مكانة علمية مرموقة، حيث حلقات الذكر ومجالس العلم المنتشرة في مساجدها ومجالسها. لذلك سميت بيضة الإسلام لكثرة علمائها وفقهائها. لقد كانت نزوة مأقل القادة العظماء وموئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعراء والأدباء، فأعظم بها من مدينة لها في قلوب العمانيين منزلة عالية ومكانة سامية وقدر جليل. تتميز نزوة بوجود أعداد كبيرة من المساجد، ومن أشهرها المسجد الجامع الذي يقع بالقرب من السوق والقلعة، ويرجع تاريخ بنائه إلى السنة الثانية للهجرة، بالإضافة إلى عدد كبير من المساجد التي يصعب حصرها ووصفها وتبيان دورها التاريخي لكثرتها وتعددها. لم يقتصر دور المساجد في نزوة على العبادة فحسب، بل كان لها دور بارز في التعليم وتخريج العلماء والفقهاء الذين درسوا في حلقات هذه المساجد وتخرجوا منها لينشروا العلم والفقه في ربوع البلاد، حيث كانت نزوة مركز إشعاع ثقافي وعلمي لما حولها من مدن. وقد ألف علماء نزوة الكثير من المصنفات والكتب الفقهية، مثل كتاب بيان الشرع في 73 جزءا، وقد ألفه الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، وكتاب الكفاية للشيخ محمد بن موسى الكندي في 51 مجلدا، وكتاب المصنف للشيخ أحمد بن عبد الله الكندي، وغيرها العديد من المصنفات والكتب التي أثرت المكتبة العمانية. قلعة نزوة تعد من أقدم القلاع في عمان، حيث تنفرد بشكلها الدائري الضخم المطمور بالتراب والحصى. بناها الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي في عام 1660 للميلاد، وقد استغرق بناؤها 12 عاما. كما بنيت العديد من الأبراج على الجبال والمرتفعات المطلة على المدينة لتحرسها من الأعداء، حيث تنتشر القلاع والحصون في مختلف المدن العمانية التي ترمز للعراقة والحضارة الضاربة في جذور التاريخ. سوق نزوة القديم يقع بالقرب من القلعة والجامع، تعرض فيه مختلف البضائع والسلع التراثية، ويتميز بطرقاته الضيقة التي تصطف على جوانبها الدكاكين التي تبيع المشغولات الذهبية والفضية والمنتجات التراثية المتنوعة، وتمارس فيه العديد من الحرف والصناعات التقليدية. هذا الإرث التاريخي وهذه المكانة المتميزة لمدينة نزوة أهلتها لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015 للميلاد، لما تمثله من دور حضاري وعمق تاريخي موغل في القدم، حيث ما زالت مدينة نزوة تحكي قصة التاريخ المجيد
وتزهو برونق الحاضر المجيد.